بعد ما عاد موسى عليه السلام من ميقات ربه في جبل الطور لإنزال التوراة نورا وهداية لبني إسرائيل، وجد أن قومه قد عبدوا العجل. فاختار موسى عليه السلام 70 من خيار بني إسرائيل لميقات ربهم عند جبل الطور ليتوبوا من عبادة العجل. فطلب هؤلاء 70 من موسى عليه السلام أن يسمعوا كلام ربهم، فقال أفعل. ثم قالوا بعد ذلك قولا عظيما، قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. والحقيقة أنه أمر في غاية الصعوبة على سيدنا موسى عليه السلام. لا هدأة من مين؟ من خيار بني إسرائيل، فما بالك ببقية القوم الذين عبدوا العجل بعدما ذهب موسى إلى ميقات ربه. فماذا يفعل موسى عليه السلام حين يسأله قومه عن خيار بني إسرائيل فيقول لهم أن الله قد صعقهم؟ فهل سوف يؤمنون بموسى عليه السلام بعد ذلك؟ فأخذ موسى عليه السلام يبكي بشدة ويدعو ربه ويقول: ربي، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا سألوني عن خيارهم؟ ربي، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فما زال موسى عليه السلام يناشد ويدعو ربه حتى استجاب وأعاد إليهم أرواحهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة لتشكروا نعمة الله عليكم وتستوفوا آجالكم وأرزاقكم. قصة إحياء 70 من بني إسرائيل بعد موتهم فيها إثبات لقدرة الله عز وجل على الإحياء بعد الموت، وكان مشركي العرب لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. وأكد الله عز وجل ذلك في سورة البقرة 5 مرات. عندنا 5 قصص للإحياء بعد الموت، زي قصة سيدنا إبراهيم مع الطير. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وفي كمان قصة عزير لما مر على القرية الخاوية، قال الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقصة قوم من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون وهم ألوف، فأماتهم الله عز وجل ثم أحياهم بدعوة نبيهم. قال: وأخيرا قصة قتيل بني إسرائيل وبقرة بني إسرائيل المشهورة. قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. لعلكم تشكرون. وكيف نشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. جزاكم الله خيراً.